نحن قمنا بهاي الثورة، طلبنا بالحرية، ما طلبنا بشار الأسد يجي يحكمنا، وجانا أسوسخ من بشار الأسد. نحن منطالب بإسقاط الجولاني، ونحن منطالب بكل إسقاط بكل القاضي الوسخين اللي ما حسنا يحمونا وما حسنا يحمو الشعب، وفدخل النظام على المحرر، وبطالبوا بتسيير الدوريات الروسية هون عنا، وفتحوا المعابر مع النظام اللي قتلنا وهجرنا. هدفنا في المظاهرة انه ما ينفتحوا المعابر قدام هالمناطق اللي تسلمت، اللي راح سلموها للنظام، وهدفنا حتى وينك اسقاط النظام، وما بدنا توحيد ولا بدنا معابر ولا بدنا اي شيء، بدنا اسقاط النظام، معابر ما بدنا، ثم اسقاط الجولاني، ولا تراجع ولا استسلام. نحن هدفنا انه نكون احرار، وما بدنا الفصائل، كلها ما بدنا اياها. اي فصيل بده يعمل راس مثل بشار الاسد نحن ما بدنا اياها، نحن ما بدنا فصائل. نحن طلعنا لنسقط النظام، ما طلعنا لنكبر فلان ونحط فلان قائد وفلان يقتلنا وفلان يشبح علينا.